بونجور لكل مشاهدينا عن جديد. نحن اليوم هلا بستوديو ميك اوفر مع الهير اكسبرت فادجة المندلع. هاي فادجة، هلو، كيفك؟ جود. وانت؟ معنا فاين. ومعنا اختها لفادجة منال. هاي منال، كيفك؟ واكيد معنا الكانديديت اليوم المشتركه معنا ميراي سكاف اللي محضرين لها لوك. انا yes. فادجة اوريدي شفناها لاست ويك. مزبوط، اشتغلنا اوريدي على اللوك. ميراي كان شعرها اسود، صار لها زمان كثير يعني منا شاغله على اللون، فحبينا شوي نفتح لها اللون. يعني هي سمراء، فحبيت انا شوي يكونوا الوانها هيك ناتشرال كاراميل كولرز اكيد، وفتحنا لها لون شوي. وهلا عم نشتغل على الاطراف الافتح طبعا، هيك جايين على الالوان. اكزاكتلي، هو الالوان هيك بيعملوا ريفلكشن حلوه على وجهها. ميراي سمراء، عيونها غامقين، حجبها غامقين، وشعرها غامق. لوك اكيد كثير حلو، بس لوك قاسي. مزبوط. هيدا اللي قلت لها، هي شوي كانت عتلانه هام، بس قلت لها احلى بكثير. ودجا بالنسبه لي اذا بفرجوا الصور البيفور، الدارك كان كثير معبقه، كان هيك. هلا بنرجع يعني حسيت دجا اللي هلا كسرنا اللون، عطيها هيك مور فريش يونجر احلى. هلا اكيد بنشوف الفاينل لوك بالاخر. ايه اكيد. ومعنا اكيد الميك اب، ميك اب اكسبرت جو ابو جوده اللي رح يزيد تاتش الميك اب. واكيد بدي اشكر بوتيك فيرو مودا اللي مقدمه تشيب لليوم، ومقدمه جيفت كارد لميراي كمان ترجع تعمل شوبينج سبري بالبوتيك عندهم. فادجة هلا على بويب الصيفيه، وهيك خبرينا شو ليتست ترندز للشعر. يعني we're going light actually. Light. Yeah, we're going light. Fresh. Fresh. هو دايما the lighter colors are more fresh. Yeah. بعدنا يعني الكوت سولي أكيد نشتغل عليه. أومبري. أكيد we're being very careful. We're working with certain products يعني ما يتعبوا الشعر للتفتيح، لأنه هذا شيء كتير مهم. وأكيد دايما برجع بنصح برودكت واحدة عناية بالشعر. بشعرهم إيه، لأنه على البحر وشمس وسي سولت، يعني كتير كتير بيأثر على الشعر. سو كتير مهم إنه قد ما فيها تضل تغذي، تهتم فيه، ترطب للشعر حتى اللي يضله حلو، يعني يضله عاطي لمعة يعني، وما يبين ناشف ومطقطق الشعر. إيه أكيد. So, this is mainly. بالنسبة لطول شعرها لميراي، شعرها yes. طويل، كم هلا رح نشوف الصورة بعد شوي. شعرها طويل، نحن ما رح كثير نقص مثل ما رح نقصر كثير. ميراي عندها اوكيجن هلا ان 2 مانث، سو حابة شعرها يكون طويل. بس اكيد حنشتغل على الطول وحنعمل قصة على الطويل. سو بتضلها هي شعرها طويل، بس بذات الوقت بنكون عطيناها هيك حركة صغيرة اراوند هير فيس تتحس حالها هيك شوي فريش. مظبوط. لا محمسة وجاية مع بوزيتيفيتي اليوم الصبح شفتها. ايه قبل ما نطلع على الهواء، لا كثير محمسه لتشوف الفاينل لوك ميراي لليوم. فادجة منال، حسب ما كنت عم تخبريني yes. اختي منال هي مستلمة بقطر بالريتز كارلتون. صح يس. وهي مستلمة الفرع هونيك. وكيف هاو از ات جوينج بقطر وبدبي وبابو ظبي؟ مظبوط، فيري جود. ايه بدبي وابو ظبي كمان الحمد لله فيري جود. Very busy, so نضلنا we travel around all the branches. بس حتى نضلنا هيك to update يعني the new trends، وبذات الوقت the employees as well يعني مزبوط. نضلنا عم نجدد. أكيد ال clients بحبوا أكيد. أكيد أكيد. ما هيك نطلع بعطيهم نصايح، بدنا نعمل make over، بنشتغل على هذا الموضوع. احنا حسب بشوف الانستغرام يعني على بس على السوشيال ميديا بنشوف كل هالميك اوفرز اللي بتحطيها للكلاينتس، وبنشوف تغييرات كثير كثير حلوه وكثير كبيره. واحلى شيء يعني الميك اوفر ميك تغيير، وبالاخص بس تجي وما بتكون عارفه حالها شو بدها ولا مره مغيره. سو واحلى شعور يعني تقدر تعطيها شيء وتحس حالها هي هيك نيو بيرسون، مبسوطه ظهرها من عندك مبسوطه. يس Very good. بدي أذكر كل المشاهدين اللي عبالهم يشتركوا معنا بميك اوفر انه يكون فيكم تتصلوا على الام تي في على الرقم اللي بتمروا على الشاشه، او على الفيسبوك بيج ام تي في الايف كمان الادرس رح تمروا على الشاشه قدامكم. فيكم تبعتوا لنا صوركم، تبعتوا لنا صوره كلوز اب عنكم وصوره لجسمكم بالكامل، واكيد رقم التليفون لنحن نرجع نقدر نتواصل معكم ونحدد موعد. واهم شيء ما تفقدوا الامل. انا عم اقول لكل المشاهدين انه اوقات بيمرق وقت كثير، برجع بحكيهم بيكونوا غيروا اللوك أو بكونوا قصوا. نحن يعني مش إذا اتصلت اليوم دغري فينا نطلع next week، لا بقى تاخد وقت لحتى تطلعوا معنا بعدين. أما هلأ نحن رح نكمل ننطر الصبغة تاخد yes. مفعولة. نحن رجع نشوفكم بعد شوي أكيد مع الهير اكسبرت فادجة المندلع. أما هلأ رح نتوقف مع بريك، ومن بعدها مع فاميلي.